السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وتابعيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. أحبتي أخوة الكرام. هنا حديث عن الإيمان. هنا حديث عن اليقين. هنا حديث عن عبوديه الكائنات لربنا هنا حديث عن سجود كل شيء لرب العالمين جل جلاله هنا حديث عن الشمس والقمر والنجوم كيف تسجد لله نعم تسجد الشمس سجودا حقيقيا لله تعالى هذه الشمس التي نراها تملا الكون نورا ودفئا ولا يمكن ان تستمر الحياه ابدا بدون الشمس التي جعلها الله تعالى آية في النهار هذه الشمس أنا تأملت مرة لما ذكروا إن الشمس هكذا قالوا إن الشمس أكبر من الكرة الأرضية بمليون و ألف مرة تعجبت جدا من ذلك هكذا قالوا لكن الله أعلم بحقيقة الأمر الحاصل أن هذه الشمس تسجد سجودا حقيقيا لله ربي قال ذلك ونبيي قال ذلك قال الله تعالى: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والشمس والقمر وسبحان ربي العظيم النبي عليه الصلاه والسلام قال بذر اتدري اين تذهب الشمس؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب فتسجد تحت العرش وتستاذن ربها عز وجل فيؤذن لها فإذا كان يوم القيامة ذهبت تستأذن فلا يؤذن لها ويقال ارجعي من حيث جئت أكرر قول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس معنى سجود هذه الأشياء وضع جبهها على الأرض وإنما معناها كمال الخضوع لله عز وجل السجود حقيقي والصلاة حقيقية لكن لا نعلم كيفيتها ولا نعلم كيف يكون ذلك الله تعالى يعلم كيف السجود ويعلم كيف التسبيح وكيف الطاعة لله تبارك وتعالى حاصل هذه الشمس نعم تسجد لله تعالى وتطيع أمره. تم الحديث الآتي روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عجبا إن الشمس توقفت عن السريان والدوران يوما من الايام طاعة لله واذعانا لحكم الله الله تعالى قال والشمس تجري لمستقر لها ما توقفت الشمس في التاريخ قط الا مرة واحدة وذكر حافظ ابن حجر مرة اخرى في فتح الباري للنبي عليه الصلاة والسلام لكن اظهر هنا قال ابن حجر أي رحمة الله المعتمد أن الشمس ما توقفت إلا للنبي ص... إلا لنبي الله يوشع ابن نون ليلة أو ليالي غزا بيت المقدس وهذا هو الخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال غزا نبي من الأنبياء وهذا النبي كما وضحت الآن لفظة ابن حجر التي صحف صحيح في فتح الباري أن هذا النبي يوشع بن نون غزا نبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فدان من القرية صلاة العصر، أو نحو ذلك. فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور يعني غزا وبدأت الحرب ويخاف أن تغرب الشمس قبل أن يفتح الله عليه. يريد أن يبقى النهار أطول، أن يطول النهار حتى يتم الفتح، فنظر إلى الشمس وخاطبها. وقال للشمس انك ماموره وانا مامور انا مامور بالجهاد والعبوديه والصلاه والعباده لله وانت ماموره بالسريان والدوران وغير ذلك من المنافع التي جعلك الله من اجلها انك ماموره وانا مامور كلنا مسخر في طاعه الله عز وجل فانك ماموره وانا مامور اللهم احبسها علينا. يا رب اجعل الشمس تتوقف عن الجريان حتى يتم الفتح وحتى يتم الانتصار على الاعداء. اللهم احبسها علينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحبست توقفت الشمس عن السريان والجريان حتى فتح الله عز وجل عليه، الله اكبر. توقفت الشمس في السماء عن الجريان. حتى فتح الله على هذا النبي الكريم. فجاء هذا النبي يوشع بن نون بالغنائم اللي هي مكاسب الحرب يعني وضعها في مكان، وكان الام السابقه اذا اكتسب المسلمون او المؤمنون غنيمه يضعونها في مكان فتاتي نار من السماء تحرقها. وحرق هذه الغنيمه علامه على ان الله تعالى تقبل منهم. فجاءت النار في هذه المره لتحرق الغنيمه فلم تحرقها. فقال هذا النبي الكريم لقومه كانوا 12 سبط 12 سبط من اسباط بني اسرائيل وسيدنا يوسف وال11 اخوته الذين ذكر الله تعالى عنهم في القران قالوا الاسباط الاسباط, الأسباط الأمة اسباط بني اسرائيل ام اولاد يعقوب ال12 اولاد يعقوب ال12 لذلك سيدنا موسى لما ضرب الحجر بعصاه انفجرت من الحجر اثنتا عشره عينا لكل سبط عين عين ماء حاصل هنا قال ليبايعني من ليبيعني من كل قبيلة رجل فبايعوه 12 واحد فلزقت يد رجل بيده لزقت لزق حقيقي هكذا فقال فيكم الغلول اللي سارق من قبيلتك انت فلتبايعني قبيلتك عاوز قبيلتك تبيعني واحد واحد فبايعوه فلزقت يد رجلين او ثلاثه بيده فقال انتوا اللي فيكم الغلول فيكم الغلول فذهبوا فجاءوا بمثل راس الثور من ذهب فاخذها فاضعاف الغنيمه فجاءت النار فاكلتها قال الرسول عليه الصلاه والسلام: فلم تحل الغنائم لاحد قبلنا فاحلها الله لنا لما راى ضعفنا وعجزنا. القمر الله تعالى قال في القمر اقتربت الساعه وانشق القمر اهل مكه قبل هجره النبي عليه الصلاه والسلام طلبوا من النبي ايه معجزه قالوا هكذا قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام لو اريتنا ايه سنسلم فاراهم القمر فلقتين يعني انشق القمر نصفين امامهم فلقه امام الجبل وفلقه اخرى خلف الجبل وكذلك النجوم تسبح بحمد الله عز وجل اما في يوم القيامه فان الله تعالى قال عن الشمس إذا الشمس كورت يذهب ضوءها وتذهب وقال عن القمر وخسف القمر وقال عن النجوم وإذا النجوم انكدرت وليس في الجنة شمس ولا قمر وإنما نور الجنة من نور عرش الله جل جلاله أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله